السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الوصفة ديال اليوم رائعة جدا، غادي تكون مالحة، غتكون سيجار معمرين ولكن بعجينة اللي رائعة، كتجي لذيذة بزاف. هاد العجينة بنينة، الطريقة ديالها سهلة، ما غادي تدلكوها، ما غادي تعجنوها، وحتى الطريقة باش كتشكلهم ولا تصايبوهم سهلة بزاف وخطيرين في المذاق. كنتمنى الفيديو ديالي اليوم ينال إعجابكم، تشجيعاتكم كتهمني وفرجة ممتعة. إذا نبداو على بركة الله بتحضير العجين، غادي نحتاجو فيه دقيق أبيض اللي هو فرص مخلط مع واحد الكاس ديال الفينو ما عمرش حتى الحد ديالو، 100 غرام ديال كاس يعني ديال الفينو، كتكون كاس ما عمرش ديال العنبه. غادي نحتاج سكر سنيده معلقه كبيره ولا ديال العسل، 4 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، وعندي بيضه وحده اللي ما تخافوش منها، جربوها في العجينه وغادي تلاحظوا الفرق. المذاق كيجي لذيذ بزاف وما كتكونش نهائيا اي ريحه ديال الزفوره. غنحتاج واحد المعلقه ديال الخل والماء اللي يكون دافي، مع دابا الجو بارد بزاف تقدروا ديروا غير الماء بارد، ولكن الماء دافي كيخلي العجينه تطلق لي دغيا. كنضيف جميع المكونات اللي عندي السائله، عاد من بعد غادي نضيف المكونات الجافه. هادشي غادي نخلطو مزيان مع بعضياته باش يدوب، باش لان هاد العجينه ما غاديش تسلك. فدرت البيض، الزيت، الماء، الملحه، وواحد المعلقه كبيره ديال الخل اختياريه، لما بغيتوش لما كانش عندكم ما ديروهاش. وكنخلط كلشي مزيان حتى يبان ليا انه داب مع بعضياته، عاد كنزيد الدقيق والفينو وكنبدا كنجمع. هنا بديت غير بواحد المعلقه ديال العود، ومن بعد كملت بيدي حتى جمعت عجينه اللي كتكون رطبه ديال المسمن. كيف ما كنقادو العجينه ديالنا ديال المسمن العاديه كتكون رطبه، في نفس الوقت ما تكونش جاريه، باش من بعد فاش تطلق لينا ونبداو نخدمو بها خدمو بها بكل سهوله وما تعذبناش. عاوتاني الا كانت قاسحه ولا ماشي رطبه بزاف، او ماشي رطبه عفوا، راه واخا غادي نورقوها غادي تجينا غليظه والعجينه ما غاديش تجينا زوينه. ف غنخليكم مقادير اكيد مضبوطين، ولكن ديما ردوا بالكم مع الدقيق اللي عندكم، الحجم ديال البيض راه كيلعب دور. جمعت العجينه ديالي، ما دلكتها ما والو، كما كتشوفوا راه كتجي هكا يعني ماشي ملسه. كنجيب بلاستيك غذائي وكنحطها فيه وكنخليها على جنب ترتاح ما بين ساعة حتى ساعة، المهم الوقت اللي عندكم خليوها باش هكا كتعطيكم الضوء. انا خليتها تقريبا نص ساعة، عاد بديت كنشكل فيها ولا كنقسمها عفوا. هنا دازت عليها هذيك النص ساعة كما كتشوفوا، طلقت مزيان مزيان خصوصا الا درتو المدافي. هنا غير كنخدمها بحال هكا حتى كتجمع، وشوفوا كيفاش كتولي بحال الا مدلوكة. غادي نقسمها هنا على 4 كما كتشوفوا، كنقسمها ناشفه ما ندير لا زيت لا والو، ما كتلصقش بزاف يعني سهله في الخدمه. وكنشكل كل قطعه ديال العجينه على شكل كويره. هاد الكويرات هادو غادي نجيب شي بلاطو ولا شي طبسيل فين غادي نحطهم يرتاحوا، وندهنهم مزيان مزيان بالزيت. كندير فيها في الطبسيل هذا كندير فيه الزيت، حتى هما كندهنهم مزيان مزيان بالزيت من الفوق من الجناب باش ما يديروش قشره وباش ما يتلصقوش بعضياتهم. وخلي العجينه ديالي ترتاح مزيان الوقت اللي خليتها غادي يكون مزيان باش تعطيني الطوع في الخدمه. فهاد الاثناء نمشي نخدم او نمشي نقاد الحشوه ديالي ونخليها ترتاح على خاطرها. فنغطيها بلاستيكه ونرجعو نكملو. هنا بالنسبه للحشوه غادي ندير واحد الحشوه بنينه بزاف، حتى هي لذيذه. غادي نديرو واحد الحشوه بمذاق اسيوي، غنخلطو هنا ما بين الكفته ديال البقري وما بين الكفته ديال الدجاج ولا ديال لاداند اللي موجود عندكم. كنغلبوا الكفته ديال لاداند على ديال البقري، ولا تقدروا ديروا العكس. هنا غير باش تجينا اقتصاديه، يعني ديال الدجاج ولا ديال لاداند كتكون اكثر من البقري. وهنا كنزيد عليها في الهشوار، كنزيد عليها بصله مقطعه والثومه، وهذا الشيء غناخذو ونطحنوه مزيان مع بعضياته حتى غادي تطيح ليا تماما، وغادي تطيح ليا ديك البصله وتنسجم مع الكفته اللي عندي. وهنا غادي ندير المقله ديالي فوق من النار، فيها زيت نباتيه اللي تسخن مزيان مزيان، عاد كنزل عليها داك ديك الكفته مع البصله، لانها غادي تطلق الماء. البصله طحناها مع الكفته راه كتطلق الماء، فكنديروا مقله تكون سخونه بزاف وكنزيدوا عليها هاد الكفته هذه، وهي مع ذلك غادي تزيد تطلق الماء. واخا سخنا المقله مزيان ولكن بقاو كتحركوا حتى غادي تشرب داك الماء. وهنا كنبداو كنسمو، ما غاديش ندير حتى شي حاجه من غير الابزار، صلصه الصوجه والحار
وكذلك غندير شويه ديال المعدنوس المجفف، تقدروا ديروه طري الا ما كانش عندكم مجفف. بالنسبه لصلصه الصوجه انا كانت عندي غير خفيفه، الا كانت عندكم ثقيله غادي يكون حسن. الثقيله كتجي الصراحه يعني كتضيفوا منها غير شويه وكتعطي المذاق مجهد وكتعطي اللون. وانا تقريبا كاع ما استعملتش الملحه لانني ضفت صلصه الصوجه. هنا ملي كانت تنشف ليا ديك الكفته كنزيد الخيزو اللي محكوك. الا كان عندكم ديك الحكاكه اللي كتكون شويه غليظه بحال هكا مزيان، ما كانش عندكم حكو غير في الحكاكه العاديه، غير غضيفوه في الاخر باش ما يطيبش ليا بزاف ويتهرم، بغيتوش يتهرم. هنا كناخد حتى الشعريه الصينيه او شعريه الاروز، حتى هي مرقده، والشامبينيون اللي طحنتهم مع بعضياتهم، شامبينيون نوار ولا الفطر الاسود اللي حتى هو رقته في الماء سخون، صفيتهم وطحنتهم في الهشوار غير واحد شويه كما كتشوفوا، حسن ما نبقى نقطع فيهم بالمقص وبالموس، يعني هكا كيجيني اسهل بزاف. بحال هكا يعني حتى الشعريه كتقطع مزيان صافي، وكنحرك مزيان كلشي ينشف ليا مع بعضياته. حتى جيت نضيف الحار ولا الابزار، المهم كندوق وكنصح الذوق. خليو الحشوه ديالنا تبرد مزيان، وهنا غادي ندوزو باش نبداو الخدمه. فبالنسبه للتوريق نحتاج زبده مذوبه، درت انا كندير الزبده في المسمن ديالي ديال الفران، كندير زبده نوازيت يعني كنحمرها، كنزيد لها شويه ديال التحميره باش تعطيني واحد اللون زوين في المورقات اللي هكا المسمن ديال الفران. ممكن ديرو غير زبده عاديه كيف ما قلت، راه كتعطي واحد اللون زوين بلا ما ندهنو بالبيض. وكذلك غنحتاج شويه ديال الزيت، الزيت غنورق به ولا كنطلق به العجينه. وبالنسبه لديك الزبده كنخليوها غير تورق يعني لداخل، يعني كندهنوا بها غير لداخل، ومن بعد غادي ندهنوا بها لي سيغار ديالنا قبل ما ندخلهم للفران. فكما كتشوفوا كنمشي مع العجينه ديالي شويه بشويه، هي راه كتعطي الطعم مزيان فاش كترتاح. وملي كنطلقها مزيان شحال ما طلقتها غادي يكون حسن، يعني بغيتوا لي سيغار ديالكم يجيو رقاق وما يجيوش غلاط في الماكله، رققوا العجينه ديالكم مزيان. هنا خديت قطعه ديال البيتزا كنحيد هاد الجوانب اللي كيكونوا غلاط، ماشي ضروري، من الاحسن تحيدوهم. كندهن بديك الزبده اللي كيف ما قلت بغنوازات اللي مخلط معها شويه ديال التحميره ومصفين، وضروري نخليهم تيبردوا. ندهن هنا خفيفه ما نكثرش باش ما يجيونيش ميدمين، وكنقسم بالقطعه ديال البيتزا على اربعه. من بعد ما غادي نقسم العجينه ديالي على اربعه، هنا غنبداو ناخذ في الحشوه وغادي نبدا نعمر. بحال الا غادي نديرو في الطريقه ديال لي سيغار اللي كنديروهم بالورقه ديال البسطيله اللي كتكون كبيره، فتقريبا نفس الطريقه، يعني كل مثلث كنديرو به سيغار واحد، كندير العماره بحال هكا لتحت، كنوزعها بواحد الشكل طولي باش تاخذ ليا باش دغيا ياخذ ليا الشكل يعني داك السيجار اللوي الاول او نطوي الاول بحال هكا باش الجناب ما يجيونيش رقاق بزاف. ودائما نبدا كنخدم في العجينه وكنرقق فيها وانا كنخدم بهذه الطريقه كما كتشوفوا باش يجي ما يجيونيش غلاظ من الداخل. يعني فيما شفت العجينه جاتني غليظه كنجبدها وكنقرصها شويه عاد كنلوي بحال هكا كما كتشوفوا، وانا كنلوي وانا كنحاول انني نقرص العجينه ولا نرققها باش نحصل في الاخر على سيجار اللي يجوني رقاق ويجوني زوينين ما يجونيش مدقسين من الداخل. فغادي نتابع من الطريقه، هنا غندير معاكم وحده اخرى، طريقه سهله بزاف. هنا كل وحده كتعطينا 4 ديال الحباس ولا 4 ديال السيجار، يعني في المجموع في الاخر غنحصلوا على 16 سيجار. غنكمل بنفس الطريقه ونتلاقاو باش نكملوا. هنا صافي، من بعد ما استفتهم في اللاطه ندهنهم بداكشي اللي بقى ليا ديال الزبده، ولا بغيتو دهنهم بالبيض ممكن، انا غندهنهم غير بديك الزبده وندخلهم للفران مسخن غير على 150 درجه. بالنسبه ليا انا يعني الفران ديالي كاين بزاف ديال الافران اللي تقال في الطياب بحال الايتيمات اللي بزاف ديال البنات كيتشكاو منه، انا الفران ديالي كيطيب دغيا، فكندير 150 ما كنفوتهاش باش كيطيبوا ليا على خاطرهم يطيبوا من الداخل ويجوني مقرملين ما يجونيش معجنين. وكيف ديما الفران يكون شاعل من الفوق والتحت في نفس الوقت، وصافي نخليهم يطيبوا على خاطرهم
وكيكونوا جاهزين للتقديم. تقدروا ديروا فرماج من الفوق الا بغيتوا يعني تزينوهم من الفوق. كيجيو زوينين بزاف بزاف بزاف، مقرمشين ولدات مرقين. طريقه سهله، قدمهم مع حريره ولا مع سلطه، وهي وجبه ديالكم كامله مكموله، غادي تعجب كل شيء. وحتى الحشوه راه كتجي بنينه بنينه بلا قياس. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. كنشكركم بزاف على الحب ديالكم على الوفاء للقناه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.